طبعا بالنسبة ليوم الانتخابات يوم 10/10 كان أكو هناك إقبال جماهيري قوي بالنسبة لي على الانتخابات، وحصدنا أصوات بتوجيه من الكيانات وتوجيه من الناس اللي اتصلوا بينا بذاك اليوم، لكن كانت هناك خروقات سجلت خلال يوم الانتخابات، وهي لم تستطيع الكيانات أن تغطي كافة المراكز الانتخابية، وذلك بسبب قيام القوات الأمنية وبعض موظفي المفوضية بطردهم من المراكز، إضافة إلى قيام بعض موظفي المفوضية بإخراج الكيانات بحجة أنه وجود عطل أو كذا، لذلك لم نستطيع تسجيل أعداد الأصوات اللي تم حصدها بالمراكز الانتخابية. إضافة إلى أنه جاءت هناك رسالة توجهت لي قبل الانتخابات بشهر ونصف بأنه الأصوات سوف تحرق لو كانت تصل إلى 1 مليار صوت، لذلك لم أتفاجأ عند حصولي على أقل أصوات نساء في الدائرة الثامنة، علما أنه هناك جمهور كبير وأهل الموصل يعون بعدد الأصوات التي تم الحصول عليها من قبل الجمهور الذي كان يدعم شذى الزويدي. من هذا المنبر أقول إن هذه الانتخابات هي مباراة بكرة القدم، وحكامها كانوا مبيوعين لجهات معينة، لذلك لا نستطيع أن نفصل أي عمل حدث أيام الانتخابات، لأنه كان يوم قاسي على المرشحين وبالذات المستقلين. كوني أنا كنت مديرة لمكاتب حزب تقدم لمدة 2 سنين، وكان لدي عمل وتثقيف كبير جدا لهذا الحزب من خلال تثقيف أعداد كبيرة من المثقفين والأكاديميين، وتفاجأت أنه تم توجيهي بعدم الترشيح للانتخابات، لكن كان هناك رغبة لجمهوري وعشيرتي بالترشيح للانتخابات، لذلك قررت الانسحاب من الحزب والترشيح لمستقلة، ولكن هذا كان الثمن الذي تكلفت به، كان ثمن غالي، وهي خسارة الأصوات وخسارة الترشيح، لكن لا أعتبره خسارة لأنه كان حب الجماهير لي أكبر من فوزي بالانتخابات، وسوف أستمر بهذه العمليات الإنسانية التي أقوم بها من 2003 ولحد هذه الدقيقة، وأنا سفيرة المنظمة العالمية لحقوق الإنسان، وسأبقى سفيرة للسلام وسفيرة للأمور الإنسانية وخادمة لمدينتي وعشيرتي والعشائر الأصيلة التي وقفت معي وساندتني وزملاء التربويين من الذين قاموا بدعمي. شكرا جزيلا لكل من قدم لنا العون، وشكرا لقناتكم الكريمة التي سمحت لي بأن أقدم شعوري هذا لجمهوري الكريم لكي يعرف ماذا حصل وماذا سوف يحصل مستقبلا.